عقدت كلية الإعلام بجامعة القاهرة ندوة بنظام الاتصال عن بعد حول أساليب مواجهة الأخبار المزيفة وتأثيره على العلاقة بين المواطن والدولة، وذلك تحت رعاية الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة. وخلال الندوة طلب الخبراء بمجال الإعلام بالوعي في مواجهة الأخبار المزيفة لتفادي تأثيرها على العلاقة بين الدولة والرأي العام، كما طلب الخبراء بضرورة التصدي للظاهرة في ظل تسارع النشر الإخبارية عبر وسائط لا حصر لها.